Olha o que está acontecendo. إذا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم متتبعينا متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. يعني مشكورين المسؤولين في كل الأحوال، مشكورين المسؤولين لأنه كان تجاوب مع النداء ديال هاد التجار وأصحاب الفندق على مستوى يعني ساحة جامع فنا، قريب من ساحة جامع فنا فندق شباب. اليوم يعني كما تشوفوا التجار يعني وأصحاب المحلات فتحوا المحلات ديالهم والتوكل على الله، يعني وبداوا التجارة ديالهم وبداوا في استقبال السياح كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر. يعني هذا الفندق اللي كانت يعني تسد اربع سنوات هذه في اعاده التثمين والاصلاح، بعد ما كان صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله قام بواحد الزياره خفيفه يعني واعجبه يعني بواحد هذه الايقونه ديال الجليج كان هنا على مستوى هذا الفندق ديال الشبابه. فاليوم تنشوفوا بانه بعد زلزال الحوز يعني كان الاصلاح ديالو والحمد لله، يعني كان الاصلاح ديالو بعد يعني بعد ما تحول يعني الـ يعني الـ بعد ما تضرر جراء زلزال الحوز، والان تفتحوا المحلات والتجار يعني اصحاب المحلات هم بداوا في العمل ديالهم كما تشاهدوا معنا متتبعينا، في انتظار بطبيعه الحال الدعم المباشر، يعني انه دعم ديال هاد صحاب المحلات لانهم تضرروا 4 سنين وما تيسدوا، يعني فهاد الشيء اثر عليهم بطبيعه الحال، اثر بشكل كبير على السيروره ديال البيع والشراء بصفه عامه. ويعني تنشوفوا بانه الان خطوه بخطوه كما تقولوا يعني بدا الامل وبدات الحياه تترجع للفندق بن شبابه كما تتبع معنا متتبعينا. فاليوم الحمد لله انهم هاد الناس هادو العمل ديالهم وال يعني الحياه ديالهم في التجاره كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الان. فبعد سنوات ديال المعاناه الحياه راه تترجع للفندق بن شبابه، والان يعني كاين بعض التجار الله يحسن العوال اللي ما قدروش انهم يرجعوا لمحلاتهم لانه راه 4 سنين وما سادين، يعني 4 سنين وما غايبين على محلاتهم، فبالتالي صعيب انهم يرجعوا للحياه ويرجعوا للتجاره لانه خاصه كما تنقولوا راس المال وخاصة السلعة في كل الأحوال. إذا غادي نشوفوا الشريف اللي هو من أحد التجار بطبيعة الحال هنايا، نشوفوا بعدا راه السعادة راه كبيرة وفتات يعني وبدات الأمور تترجع للنصاب ديالها، وتتمناو إن شاء الله فعل الخير. حنا راه مقبلين على مجموعة ديال التظاهرات، وبالتالي راه هاد الفنادق على مستوى المدينة القديمة هما اللي الحياة وهما يعني كل شيء في المدينه القديمه. الشريف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يحفظك ويرضى بارك الله فيك. على السلامه، بارك الله فيك، الله يجزيك بخير. الله يكرمك. دابا باش تذكر الناس شي شويه. نشكروا بعدا شوف تي في ان شاء الله، نشكروها ودي توصل لنا صوتنا للجميع. الحمد لله بخير وعلى خير، ماشي بحال كما سبق. الحمد لله الله ينصر سيدنا، اعطى الاوامر لبناء الفندق المره الثانيه هذه. وتنشكروا الوالد الله يجازيه بخير، وتنشكروا سعادة الباشا وسعادة القيد بزاف، وقف معنا مدة 4 سنين وحنا تنمشيو عنده، ما عمرو ردنا خايبين، والحمد لله، الحمد لله على كل حال. يعني شنو سبب الإغلاق الأول هذه 4 سنين؟ شنو سبب الإغلاق؟ الإغلاق المرة الأولى الترميم الأول، أعطى الأوامر سيدنا الترمم، والترمم ماشي طبيعي، ترمم شوية مغشوش. وعاود وتضر بسبب الزلزال، تضرينا بزاف وتضر بالزلزال. ايه نعم، وسدينا مده عام. نعم، عاوتاني تنجدد ثاني الاغلاق. عاوتاني مده المره الاولى عامين بلا كورونا، عامين من بعد عامين ثاني عام، يلا خدمنا واحد 8 شهور وجا ثاني الزلزال قعدنا ثاني عام. ما شاء الله، والحمد لله على كل حال. الحمد نعم. لله على كل حال. اغلبيه التجار شنو الاشياء اللي تيشربوا هنا؟ الاغلبيه بحال هادشي تشوف النحاس، الصناعه التقليديه. ومساكن الناس مضعضعين، ما عندهم شاي مساكنه، هما كاع الحوانت قبضوهم دروكا، ما عندهم باش يعمروا، ما تعوضوا، ما والو.
المهم الحال اللي نيش ايوا ما كرهناش. وعدنا السيد الوالي وقال لنا راه غادي يكون الدعم ان شاء الله، وخلى الكلمه عند رئيس الغرفة. نعم. وهذا المنتخب ينعم حتى واحد ما سول فينا، حتى واحد ما وصلنا، حتى واحد ما عمرو كسول فينا كاع. ودرنا لهم شكايات. نعم. نقول شي عمر شي واحد جاوبنا نعم سوال وكاع. هو تنأملوا ان شاء الله. ان شاء الله. المباشر خاصها شويه المسؤوليه. ان شاء الله ايوا خاصها هي. على فرحه بالك توصف ديال الفرحه ما رجعتوا كما تنقول له باش ترزقوا على الله، رجعتوا الرزق ديالكم. فرحنا الحمد لله. الرزق ديالكم كما تنقول بعض العباد. اي بزاف كاع والله اودي. فرحنا وبزاف كاع ماشي شويه. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. السي اسماعيل هو تويض. مرحبا السي اسماعيل. اليوم يعني بعد سنوات كما تقول اربع سنين ما سهلاش. ما سهلاش. معايا الفم. هذا الشيء اللي كان الشريف. اليوم من رجعتوا كيفاش تشوف الاحساس ديالك من رجعتوا؟ رجعتي لمحلك ورجعتي للتجاره ديالك ورجعتي للحياه. تحسين سنة واحد الفرحه ما تتصفش بزاف لان الانسان اربع سنين هو قاعد ما خدام ما ردام. واحد الصفه تيتصب لنا رجع الانسان لمحلاته وتيعاود يقول ما التجاره ديالته الصناعه ديالته هذا ما كان. نعم. وصعيب الديبار صعيب. صعيب بزاف. بحال كان شي بحال كان شي موتور واقف وبغيت تدفعي دي راماش هكاك بنادم. لان صعيب اربع سنين قاعد داك الشيء اللي عطى الله بنادم كملوا قاعد. كما كتشوف دروك بزاف المحلات هما كي تشوف مسدين. عباد الله ما بقى عندهم باش يحلوا. باش يعمر داك الشيء اللي كان ديال الانسان. داك الشيء اللي كان جامعوا صرفوا. صرفوا. والسلعه حتى اللي كانت في الحانوت داك الشيء يخرجها باعها والحانوت بقات خاويه. ما عنده باش يعمر. ما شاء الله. يعني تيتسناو حتى هما شي خطوه من غرفه الصناعه والتجاره باش انهم يتعاونوا معهم. يتعاونوا معهم كي كان السيد الوالي كان وعدنا بالدعم باش يجي هذا. الناس باقي ما جاب الله شيء. ان شاء الله نتمنوا الرساله. يعني بالنسبه للناس اللي تنعرفوا الفنادق على مستوى مدينه مراكش يعني هي اطلاله جميله بالنسبه للسياح. يعني واش تظن بان الفندق غادي يرجع كي كان قبل؟ تنتمناو نتمناو من الله باش يرجع كما كان. نعم. هذا الشيء اللي تنتمناو حنا. نعم. ما هو الفندق راه باقي ما رجعش كي كما كان. واحد النسبه قليله اللي كتدخل دابا السياح. الافتتاح حتى الافتتاح ديالو اللي كنا كنتسناو باش يجي سعاده الوالي وسعاده القائد والباشا باش يشرفونا ما جاو شيء. ما شاء الله يجيو. نزيد السر. صاحب الجلاله قام بالزياره. هي الزياره 2016. 2016 عطى الاول. شنو سبب الزياره ديال هنا؟ الزياره كانت جا الاسواق تاع المدينه. اها. زار مشى للرحبه القديمه، مشى للسمارين. مشى عطى الاوامر ديال باش يتبنى هذا الفندق. نعم. قلت لي بانه شي حاجه عجباته بزاف هنا في الفندق. عجبو هذاك الجليج البلدي اللي كان هنا في الارض. بقات يشوف فيه. ومن بعد هاد الناس داروا لنا هاد البافي ديال الطريقيه. هاد الشيء اللي كاين عامس ما شاء الله. اييه الله يحفظك. يعني كيفاش كان الاحساس ديالكم في الزياره الملكي منين كان؟ واه من ذاك الشهر فيه الحمد لله فرحنا بزاف وعرفنا بيرجع من وراه الخير الحمد لله. الحمد لله. وفعلا نيت كان الخير الحمد لله. ما شاء الله. الله يحفظك. تتمناو ان شاء الله نتمنى يعاود ان شاء الله يجي مرارا ومرارا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. سي عبد الجليل. ديالكم يعني تحسوا بواحد الفرحه كبيره الحمد لله على هذه النعمه هذه. نعم. ايوا وطنط الله التيسير. المهم المشكل اللي عندنا دروك انه المحل هو تسلمناه ولكن المحلات انت كتشوف راه اغلبيتهم مسدين خاوين كاملين كلشي خاوين ما كاينه السلعه. الناس فرطات مشات لحص العوان مشات سلعتها تبعتها وداك الشيء. الناس تسلموا الحوانت ولكن خاوين. نعم. باش يحلوا راه ما كاينش. طنطم الله والله. خاصة خاصة هذيك الخطبة ثاني باش عاوتاني. اي باش الانسان يعاود يبدا ثاني الصناعة والتجارة من جديد. نعم. حيت الانسان بحال ما كانش هذيك الخدمة ديال 30 عام. أزمة كورونا. أزمة هذا الشيء اللي كاين. خدمة ديال 30 عام دروك مشات. الانسان كليان ومشى وكل شيء مشى راه بحال الانسان جا جديد دروك. أنه راه مشى الكليان ديالو مشى راه المحل هو الكليان. فعلا. المحل ديال الانسان هو الكليان دروك راه شوف السوق ها هو واقف دروك الناس قصة باش تعمر. وطن الله الجهه المسؤوله تشوف من الحال ديال هاد الناس هادو. نعم. الشريف بغينا نسولو على التاريخ ديال فندق ابن الشباب. شي شويه تقربنا من التاريخ يعني واش عندك شي معلومات شويه على تاريخ فندق ابن الشباب ولا والو؟ بالنسبه للشباب يعني هذا الفندق هذا. تكون عنده اكثر من 200 عام. تبارك الله ما شاء الله. الناس اللي كاينين هنا عاشوا 100 عام في هذا الفندق. تبارك الله ما شاء الله. اكثر من 200 عام كاينين هنا. كان محل ديال التجاره هنا يعني القوافل. يعني كانوا تيجيو القوافل وكانوا هاد البيوت الفوق تيباتوا فيهم الصبليون من بعد الصبليون ولا تيباتوا فيهم الناس فندق نيت. يعني كانت هنا تتجمع القوافل ديال التجاره. اييه هنا تيتحط نعمس. الله ما شاء الله. والله يستر الامور. واحد السي اسامه هو فين اسامه؟
مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش هذا هو المحل؟ هذا هو المحل. نعم سي جاي ما شاء الله. او جبتي السلعه تبارك الله. اي راه شنو واش هذه التجاره؟ هذه الحرفه ديالي. هذه التجاره. الحرفه. شنو التجاره ديالك؟ تنصايب الكفاف بحال هكا ونكتفيهم بالسميات. تنصايبهم ولا تمشي لهم؟ لا تنصاوبهم. تصاوبهم. هما تشوف الخاوي وداك الشيء كما تشوف تما. تبارك الله. ايوا عانينا بزاف قبل فاش جا الزنزال الكفاف كلهم كان لهم الفار فاش جيناهم للدار وبقاو جلسنا واحد العام. جينا دابا انت كما تتشوفها كل شيء جديد وعانينا بزاف ما كاين لا تعويض. غادي تهد السلعه من جديد. غادي تهد السلعه من جديد. غادي تهد السلعه من جديد. من جديد. نعم. ودابا قبض هذه السلعه هذه كلها دابا قبض ديال الكريدي باش نعاود نعمر هذه السلعه هذه وهذاك الشيء باش تشوف كما تتشوف. ايوا عانينا بزاف باش نعاودوا نديماريو من جديد ونوقفوا على رجلينا حيت صعيب هذا الشيء بزاف تعاود ثاني تجي وتعاود ثاني توقف على رجليك. خاصو شويه التسويق خاص الغرفه تعاود شويه التسويق. خصنا المعاونه خصنا اليد العامله توقف معنا باش يلا نعاودوا نوقفوا شويه على رجلينا. ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يا مولانا. الله يحفظك. شكرا. تبارك الله عليكم. تبارك الله. تفضل الشيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مشاهدين. الله يكبر فيك. كما هما هاد الناس اللي تشوفهم رجعوا انت من الطرجه هنا؟ انا مع الناس اللي خدام هاد الناس كلهم مساعد هاد الناس كاملين فيها الثقه تنقبل هاد الشيء اليوم وداك الشيء تنبيع وتنشري. المهم هاد الناس هادو راه كانوا معانا وحنانين حتى حنا معاهم هما اربع سنين حتى هما ديال وحنا قاعدين حتى حنا ما خدامينش والحمد لله دابا راه رجعت الامور كما بغى الله وحنا فرحانين وهما فرحانين. صحيح تيصل الامور. تنتمناو من الناس يجيو يطلعوا لنا هنا ويشوفونا ان شاء الله. وهاد مال المحله حتى هما يشوفوا مساكن واخا يقبضوا الشكري ديالو يخلوا يرجعوا باش يبهجوا القنت ويبان الفندق الثاني عامر والاشكال بحال دابا الكفاف. بين سلعه اخرين حتى دخل السياح ولا شي حاجه يتمتعوا بعدا حتى بالفرجه. ولي زارتيزون الناس اللي كانوا خدامين بكري وداك الشيء حتى الفندق راه عنده سمعه قديمه كما جميع الفنادق. تنعرفوا كاين هاد الفنادق وكاينين في تركيا هما اللي معروفين بالكارافان سيغاي. المهم حنا كاين بعض السياح تنفسروا لهم بالفرنسيه او بالاسبانيه او باللغه. والمحلات تنبيعوا فيهم تنشريو اخوانها هما كاع اللي خدامين. تبارك الله. تفضل شري. السلام عليكم. واخر كلام العام تنطلبوا من السيد الوالي يجي يشرفنا هو وسعاده الباشا وسعاده القيد باش يعطونا عشيه الدعم نفساني. بغيتو الفندق يرجع كي كان. بغينا يرجع كي كان شكون ما تدشنش ما بلا بحال ما تحل كاع. نعم. فهمتيني؟ بغينا سعاده الوالي يجي يزورنا هو والباشا والقيد. نعم. فاقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله خصو الوالي يا شيري كاينين على الناس انهم بداو وقف معناه معنويا كاع ماشي كاع حتى ماديا وقف معنا كيداو داك الشيء فاش كان رايب فاش تصايب يرجع يجيري يشوفونا بعد على الاقل هما وقفوا معنا الله يجازيهم بخير مزيان ولكن بينهم يجيو اشكون تحل بلا يعني رجعتو بانه ما فهمت ما طبيعي يجيك رجع لي دخلنا لها عاديه كاع جدا كاع ما جات عندنا لا سلطه لا والو خصوصا انه الفندق جا في واحد المنطقه اللي مهمه سياحيه هذا ديال الزيتون ديال الزيت يعني جا دخلت على السوق منطقه استراتيجيه اي نعم يا هادشي اللي عطا الله العظيم الله يحفظك السي زكريا الله يكرمك الله يجازيكم بخير الله يطول عمركم. اذا كما تابعتم معنا فغادي يعني نوريكم واحد دروك كما تنقول واحد الطليله فكما تشاهدوا تبارك الله ما شاء الله راه هاد الناس هادو كيف ما كان الحال واخا كانت واحد المعاناه ديال اربع سنين يعني الاغلاق الاول ثم الاغلاق الثاني بعد زلزال الحوز وبعد الترميم راه دائما الحب الوطن في القلوب ودائما في الاذهان كما تشوفوا رايه المغرب متواجده وصوره الملك محمد السادس نصره الله يعني كاينه في القلب قبل انها ما تكون يعني هنا في الفندق كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر ولكن للاسف تشوفوا اغلبيه المحلات باقي مسدودين لانه هاد الناس هادو يعني عانوا الامرين يعني اربع سنين راه ما ساهلش باش انه انسان يسد محله وما باقيش يرجع ليه يعني حتى ديك السلعه اللي بقات في المحل كما سمعتوا بانه باعها الانسان وروج بها شي شويه راه تما تيسر الامور ولكن اغلبيه ديال هاد الناس هادو راه يعني بداو البدايه بالكريدي فبالتالي يعني بداو بالدين فبالتالي ما ساهلش انه الانسان يبدا خطوه جديده للامام فهاد الناس هادو تيطالبوا بطبيعه الحال ولي جهه مراكش اسفي انه يجي فريد شراق يجي ويقوم بواحد الزياره
يعني الفندق بن شبابه كما تشاهدوا معنا، ويعني وقف على احوال هاد الناس هادو، وكذلك يقوم بدعم هاد التجار اصحاب المحلات من جديد باش تكون واحد البدايه، بدايه جديده وبدايه متميزه بطبيعه الحال لهذا الفندق هذا. فنتمنى ان تكون الرساله وصلت. ما بقى نشكركم، شكرا لكم متتبعينا الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.